السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا غادي يكون مختلف بزاف على الفيديوهات اللي قلت لكم فلاشين. غادي يكون عباره على تحدي في الشارع عنده علاقه بالفوتوغراف كما شفتوا في العنوان. فوالا كاميرا هي. غادي نحاول ما نطولش عليكم هذه المقدمه هذه، غادي نشرح لكم التحدي كيفاش غادي يكون. فوالا عندي هنا اللوغو لفرق الكره، هنا العلم ديال الدواب. غادي نمشي عند الناس غادي نخليهم يختاروا واش لوغو الفرقي ولا العلم ديال الدواب. كل لوغو عرفوا ولا كل فرقه عرفها غادي نصورهم جوج تصاور. مثلا عرفوا جوج لوغوات الفرقي غادي تجيهم اربعه ديال التصاور. مثلا عرفوا العالم ديال الدول غادي نصوروهم اربعه ديال التصاورين. المهم كل جواب صحيح كيردوا فيه جوج تصاور، ولكن الا مشى تغلط في شي جواب راه التحدي كيسالي. عرف غير جوج اجوبه وغلط في الثالثه راه كيتحسبوا له غير جوج الاولين. المهم الا قدر يجيبهم كاملين راه غتجيه 16 فوطو. هنا كاين 8 ديال اللوغوات ديال الفرقي، هنا كاين 8 العلام ديال الدواب. الا جابهم كاملين صح راه كتجي 16 فوطو. فوالا ليتس جو. فوالا بالنسبه للتحدي عباره على اللوغو ديال الفرقي والعلام ديال الدواب. كل فرقه ولا كل لوغو ديال الدوله عرفتيه تحطيه جوج تصاور صافي مشينا. فوالا كاين الفرقه كاين الدواب، غادي تختار الفرقي ولا الدواب. دابا هو اختار افراقي، غادي تختار شي وحده دابا هنايا، تختار شي وحده، قول لي شنو هي؟ عندك دابا جوج تصاور، فوالا بالنسبة للتحدي أنا عندك اللوغو ديال الافراقي والعلم ديال الدول، غادي تختار واش بغيتي تجاوب على الافراقي ولا على الدول. لا 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 قطر لا يا قطر. كما كتشوفوا جاب الاولى. بالنسبه للتحدي هنا عندك اللوغو ديال الفروق والعلم ديال الدول، هنا غادي تختار واش بغيتي تجاوب على الفروق ولا على الدول. الدول اختار الدول. فوالا المهم كل اللوغو ديال الدوله عرفتيه عندك فيها جوج تصاور، عرفتي لوغو الدوله عندك اربعه تصاور عرفتي. المهم كل لوغو عندك فيه جوج تصاور. فوالا اختار اختار الدول. فوالا دينا معلم الالمان جيت اختار واحد اخرى. فوالا كما كتشوفوا جاب غير وحده اسبانيا هي اللي جبتي. اسبانيا جاب غير اسبانيا هي اللي جاب. عندي له دابا جوج تصاور. لا فوالا كما كتشوفوا جاب جوج، غادي نصوروا اربعه ديال التصاور. ليتس جو. معلم، سير، خفيف واحد،
المهم فوالا جاب سبعه اللي جاب صح وبدا جابها غالطه يمين حتى المهم حطيتهم تصور فوالا كيما كتشوفوا جاب سبعه الفرق اللي صح وحده غلطه يعني غتجيب سبعه تجيها 14 فوطو فوالا ليتس جو.